ايه المقادير اللي عندي النهارده للباستا بتاعتنا؟ عندي شويه من اللحمه المفرومه، عندي بصله هنا مفرومه، عندي توم مفروم، عندي مستارده ديجون وممكن تبقى مستارده عادي، عندي صلصه، وعندي هنا توابل ايطالي، ولو ما عندناش ممكن نحط شويه من الاوريجانو او شويه من الزعتر الناشف. طيب عندي هنا طماطم مضروبه في الكبه فمعموله بيري كده زي ما انتم شايفين، عندي هنا كريمه خفق عشان تبقى اتقل شويه، عندي هنا شويه من الريحان الفريش، واخيرا عندي هنا شويه باستا قواقع معموله الدنتي يعني محطوطه تقريبا 6 7 دقائق، وطبعا شويه من الجبنه البارميجان. طيب هنعمل ده كده في وان بوت زي ما بنقول، هنخلصه كله في نفس الطاسه. هرفع الطاسه بتاعتي على النار وهديها سنه من الزيت. وهديله ثانية بس يسخن. هنزل التوم مع البصل. وهنزل اهو على طول. هديله تقليبة، أنا ما استنيتش الزيت يسخن قوي، أنا نزلت على طول بالبصل والتوم عشان مش عايز ألسعهم، عايزهم يا دوبك كده يتبلوا وبعد كده ننزل على طول باللحمة عليهم. رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود. هعمل حاجة دلوقتي، هجمع كده البصل والتوم وهنزل عليهم باللحمة، هنستنى كده بتاع دقيقة مثلا قبل ما نبتدي نكسر اللحمة وندخلها. رشة ملح صغيرة على اللحمة اهي، صغيرة قوي. وبشويش كده اهو كسر كده اللحمة. هوطي النار عليها شوية، نخليها نار متوسطة. وهنسيبها كده 5 دقايق، هنقعد نقلبها كل دقيقة نديها تقليبة لحد ما نلاقي اللون الأحمر ده اختفى تماما. اللحمة بتاعتنا كده اهي، عندي هنا صلصة تقريبا بنتكلم في معلقة كبيرة، وعندي هنا مستردة ديجون، وعلى فكرة دي اختياري أنا بس بشوفها يعني إيه بتعلي الطعم قوي، لكن لو مش موجودة ممكن نحط مستردة عادية بس نحط كمية أقل، أو ما نحطش مستردة خالص هتبقى برضو جميلة. ندي كده الصلصة مع المستردة تقليبة في اللحمة، نوزعها للآخر، نصنع نقعد نقلب لحد ما يبطل يبقى عندي نقط حمراء باينة، خلاص هيبقى عندي كده إيه اللون كله هتلاقوه داب كده مع بعض. بعد كده هنزل بالتوابل الايطالي، وهنزل بفلفل اسود، هاجي هنا هجيب الطماطم اللي مضروبه في الكبه زي ما قلت لكم، الطماطم البريه، هديها تقليبه كده وهنديها بقى فرصه كده تسخن دقيقتين. هنجيب شويه الريحان اللي عندنا، هنسيب كام ورقه منه عشان نحطها جاردش، وهناخد كده شويه اهو، هاخد الريحان بتاعي وهنزله. اول ما احس ان انا الخليط عندي بتاع اللحمه ده سخن كده وابتدى زي ما انتم شايفين بيغلي، هجيب شوية الكريمة اللي عندي هنزلها. هبتدي كده بشويش نقلب، هنلاقي هي ابتدت تخلط مع الصلصة وهيبتدي الصوص بتاعي يتقل، ساعتها اعرف ان انا ايه ممكن انزل المكرونة. اديها وقتها بس ان احنا نقلبها كده عشان تتخلط كويس. هجيب المكرونة هنقلب بقى كويس قوي، نتاكد ان الصوص بتاعنا مغطي المكرونه تماما، وهنسيبها بس دقيقه كده عشان المكرونه ترجع ايه تسخن تاني. حلو قوي. هاجي هنا في الاخر هرش رشه من زيت الزيتون على الوش ده عشان انا عايز اطعم بيها، وهرفع خلاص المكرونه بتاعتي من على النار، طبق تقديم ظريف كده. هنزل في الطاسه الاول بشويه من البارميجان،
اخر تقليبه